تدفق للسيول في عدد من مديريات محافظة لهج، في مقدمتها مديرية المقاطر غربي المحافظة. أودت هذه السيول بحياة مسافر ونجاة أسرته إثر جرف مركبتهم، بالإضافة إلى تسببها بقطع شبكات الطرق لسيما في منحدرات منطقة معبق، خصوصا الطريق الذي يربط محافظة تعز بالعاصمة المؤقتة عدن. مسافرين نواجه كثير من الصعوبات، وحيث قبل يومين وثلاث أيام حصل وفاة عدة أشخاص من هذه التضررات السيول. نناشد الجهات المعنية بأن يقوموا بتصليح هذه الطريق كونها ممر لجميع الناس والمسافرين للمناطق الجنوبية. عشرات المركبات لا تزال عالقة هناك، فبعد أن كان مرورها ممكنا في وقت سابق قبل تدفق السيول، لم يعد كذلك اليوم إلا بعد ساعات من المحاولة والتوقف الإجباري، فضلا عن معاناة المسافرين وتضرر مركباتهم نتيجة العوائق الناجمة عن سيول الأمطار. هذه الساعة 12 الظهر من سبحان الله نحن نمشي بهذه السائلة، والله لو يمسحوها ولا يشوفوا لنا أي حال بيسووا معروف، لأنه كسرنا أنفسنا وقعدنا هلاثنا معانا تملا، والجهال شوفان قدهم حالتهم حالة. أتمنى أنه يأخذوا الموضوع بعين الجدية، يعني يشوفوا حل الموضوع هذا، لأنه الناس اللي ما دي عياد مسافرين رايحين راجعين. تقوم السلطة المحلية بجهود يعني لا بأس بها للتخفيف من معاناة الناس، وتقوم بمسح الخط خلال كل موسم مواسم الأمطار، وهذا العام فقط من منذ شهر رمضان إلى اليوم يمكن قمنا بمسح الخط لأكثر من 4 مرات، وكلفت مبالغ مالية كبيرة طبعا أكثر من 4 مليون ريال. تحرك السلطة المحلية أسفر عن القيام بإجراء بعض الإصلاحات أمام حركة السير، غير أن جهودها تلك لم تلقى أي إسناد حكومي لاستكمال هدف إصلاح الطريق كاملة بحسب سلطة المديرية وحمايتها من مخلفات الأمطار الموسمية. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لهج.